أول شيء صباح الخير لبيروت وبهذا اليوم المطر الجميل. أيام بيروت السينمائية في هذه الدورة، هذا الطاقم الصغير وهذه الإمكانيات ليست كبيرة، وهذا الحضور الكبير للسينما وللأفلام هو شيء يقدر تقدير كبير. أيام بيروت السينمائية ضمن التظاهرات السينمائية العربية، وهي أحيانا ليش عم تسميها تظاهرات؟ لأنه اسمها أيام بيروت، ولأنه اسمها ما حابب كثير يتسمى مهرجان، لأنه المهرجانات حاليا في السينما العربية دائما يعني تعاني من مشكلة الحضور، ما يمكن تسميته المسابقة ولجان التحكيم وإلى ما هنالك. تتيح الفرصة للجمهور ولجمهور مدينة بيروت وربما لأوسع من المدينة لمشاهدة ما هو يعني صعب مشاهدته بالأيام العادية للسينما. أحاول حتى باختيار للسينما أن لا أفقد هيك نشاط هو الكتابة، كما تتميز السينما التي أحققها بالمذاق الأدبي منشوف أنه أيضا الكتابة اللي بكتبها بواسطة الكلمة هي كتابة متميزة بحضور البصر فيها. وختامة مسك اليوم. إن شاء الله يكون مسك، يعني عرض سلم إلى دمشق في الختام أيضا بالنسبة لي اختيار بيسعدني وبيشرفني. إن شاء الله يعني تبقى بيروت هيك كما كانت دائما عاصمة ومدينة مركز للثقافة العربية وللسينما الخاصة وليس السينما التجارية.